يمكن تاني اللي في اولى اعدادي يحل معاكوا صفحة 9 و10 و11 و14 و15 و16 و21 و22 و23، كفاية كده. لأن دول الصفحات أنا الناس هتقول طب ليه في صفحات تانية؟ أيوة في صفحات تانية يا حبايبي كنت حلها قبل كده في الوحدات، اللي هو كل ما يخص الوحدة الأولى، كل ما يخص الوحدة التانية، كل ما يخص الوحدة التالتة. وده إن شاء الله هسيبه لكم في صندوق الوصف. تمام، الله بينا. تامر تلز نادر، تامر قال لي نادر about his last holiday. last holiday يعني اجازته الاخيره بتاعت نص السنه وكده. فبيقول له نادر، بيقول له where did you go on holiday؟ اصحى معايا سنه اولى، انت مش مكتوب منك غير كلمه واحده على طول. انت رحت فين في الاجازه اللي فاتت؟ فقال له I went to Alexandria، رحت اسكندريه. where did you stay؟ قعدت فين؟ انا جبت stay من بيتنا. لا انا هجيبها من بيتنا ليه يا عم؟ ده انا بيتنا عمران، بس مش في كلمه stay، يعني كلمه stay I stayed. انا قضيت. وخد بالك رد عليه بالماضي لانه بيساله بديد، وديد دي بابا ماضي. بيقول له I stayed in my uncle's flat، انا قعدت في شقه عمي. فهنا نقط. did you travel there how؟ ليه انا اخترت هاو؟ برضو مش من بيتنا، عشان اداله ترين، وهاو دي للمواصلات. عايز تسال في المواصلات اسال بهاو. how did you travel؟ ازاي انت سافرت؟ I traveled by train. by دي كلمة قبل وسائل المواصلات. did you swim in the sea؟ انت استحميت في البحر؟ yes I did. لانه هنا did دي اهوت. yes I did. ايوه طبعا خدت عوم يعني. what did you eat there؟ اكلت هناك. I usually eat not when I am there. طبعا حكوا ليه في اسكندرية غير فيش يعني. نادية and عمر are talking or are preparing their lunch. نادية وعمر كانوا بيحضروا للغدا بتاعهم. let's make lunch. ده نادية اللي بتقول لعمر يلا بينا نعمل غدا. I think we have all the food. انا عندنا كل الاكل. فعمر بيقول لها في بعض السلطة. there is some salad. طبعا هنا سلطة بالمفرد عشان هي بتتعدش. is there any hummus؟ في حمص. حمص دي اللي هي الطحينة. فقالت له no there isn't. لا مفيش حمص. طبعا اصحى معايا اني ديت ليه بمعنى اي وبتيجي في النافية او السؤال. but there not some olives. olives دي جمع ولا مفرد يا حبايبي؟ جمع. يبقى there are some olives. there are يعني يوجد الجمع، و there is يعني يوجد المفرد. فقالت له there are some peppers. في بعض البيبرز and not good. is there any cheese؟ اي بهنا peppers and بتهيألي كده فلفل وطماطم. هتحط ايه؟ فلفل وطماطم. توميتوز. فهتقول له جود كويس. از ذير اني تشيز؟ هل في جبن؟ فايس ذير از. طبعا في عندنا بعض الجبن. اي هاف جوت. وهوت وطلع لها الجبنه. قال لها شوف الجبنه جامده اهي. وات اباوت فيجز؟ ايه رايك في التين؟ ار ذير اني فيجز اللي هو هل يوجد بعض التين؟ فقالت له فلا نقط. ذير ارنت اني فيجز. يبقى نو there aren't any figs. ده ما فيش figs. قالت له are there any races في زبيب؟ yes there is. Alice adventures اللي هي مغامرة أليس in wonderland في بلاد العجائب is a famous children's story. اللي انا بقوله ده قصة. هو بتكلم صفحة 11. Alice's adventure تاني صفحة 11. القصة القطعة ديت على أليس. اسمع يا ابني القصة. Alice's adventure اللي هي مغامرات أليس إن ووندرلاند في بلاد العجائب is famous مشهورة جدا. children's stories اللي هو قصص أطفال. قصص أطفال مشهورة. أليس adventures اللي هي مغامرات أليس begins بدأت when she goes to wonderland. على فكرة عايز أوضح نقطة، ما تقولش أليسز لأن في هنا سي فهتتعارض مع الاسم، ما ينفعش أقول أليسز، قول أليس. وهنا البوسيسيف اس شغالة مفيش حاجة، ربنا عارف يعني. تمام. أليس أليس بتعتقد think that بتعتقد that إن wonderland is interesting. بتعتقد إن بلد العجائب ديت أو أرض العجائب ديت interesting يعني شيقة جدا. but it's a strange place لكن هي مكان غريب. she is brave. هي she is a sensible girl. sensible يعني wise يعني حكيمة. but she doesn't understand لكن هي مش فاهمة wonderland. مش فاهمة wonderland. Alice is also brave and clever. brave يعني شجاع. اصحى معايا اصل هو عامل لها ايه؟ عامل لها قماسه كده وعاملها لك بالاسود ومهميها وحطيتها خط يعني عاملها وضع شجاع. She meets a lot of interesting characters.
يعني هي قابلت كاركترز كتير، شخصيات وكاركترز، يعني شخصية في قصة أو في رواية أو في فيلم أو في تمثيلية أو كفاية كده. أليس أوفن، أليس دايما سيز، كانت بترى ذا وايت رابت اللي هو الأرنب الأبيض سمول، بتأخر وبتدبق. ما علينا، ذا وايت رابت اللي هو الأرنب الأبيض برضه از فيري بيزي، كان دايما مشغول ورا جزر. اند يا جدعان حرام عليك والله، ما علينا أطفال. اند هي از يوجوالي فيري ليت، وكان دايما متأخر. هي اولويز ران فاست، ران فاست يعني دايما بيجري بسرعة. ذا تشيشير اللي هو تشيشير كات از فاني انيمال، يعني القطة دي كانت فاني. تشيشير قطة فاني مبسوط، يعني تحب تضحك. هي هاز جات ا بيج سمايل، كان عنده ابتسامة جامدة. اند طبعا اصحى معايا، هي ده بني ادم، لا ده قطة عادي. اند هي is very friendly، وكان عطوف جدا وحبوب. he tells Alice، وكان بيحكي على Alice كل حاجة، وكان فتان يعني، كان مخبر. about wonderland and helps her to find different places، كان بيحكي لها كل حاجة، وكان بيديها فكرة انها تعرف تستقط، يعني تعرف الاماكن المختلفة والكاركترز كمان المختلفة. the queen of hearts اللي هي ملكة القلوب، كانت وحشة قوي، is not very nice، كانت مش لطيفة خالص. She's a scary person، شخص مخيف. She's always angry، ودايما غضبانة. And she shouts، ودايما بتصرخ في الناس. At people shouts، at people يعني بتصرخ في الناس. Alice is brave، Alice كانت شجاعة. So she's not frightened of her، عشان كده كانت هي مش خايفة منها. At the end of the story، في نهاية القصة، all the characters، كل الكاركترز help Alice، ساعدوا Alice so she can go home again، عشان كده رجعت بيتها تاني اسم الله عليها. What is the best title of the passage؟ أو for the passage، إيه هو ال best title اللي هو العنوان الجامد، العنوان الفشيح يعني؟ طبعا أحلى عنوان في القصة أليس في الدلاجة. أليس، أليس أهي الفن بيها، is أليس إن قصدي ويندرلاند، اللي هو أليس في الدلاجة. عايز تقول أليس is in Wonderland، صح مش غلط. What does the underline pronoun here refers to؟ طبعا here بتشير لملكة القلوب اللي هو queen of hearts، the queen of hearts اللي هي ملكة القلوب. واصحى معايا النقطة، أنا بكتبها بالحروف الكابيتال علشان خاطر هي أساسا اسم علم، يعني اللي هو مثلا زي تشيشر كات كده. طبعا هارت، هارت واحد بس، لا ده هارس قلوب. Why do you think، ليه انت بتعتقد ان تشير كات از هيلبفول؟ ليه انت شايفه هيلبفول متعاون؟ لثلاث اسباب. السبب الاول مش هنقول بقى فاني، فريندلي، هي از فريندلي يعني شخص طيب، هاز ا بيج سمايل وعنده ابتسامة كبيرة، اند هيلبس او هلبت، هنحكي قصة يبقى هلبت. الاتنين صح، هلبس او هلبت لو انت بتتعامل معاهم يعني كده كده. المهم بيساعدها، هلبس هير تو فايند، هلبس تو فايند ديفرنت بليسز اند كاركترز، يعني اماكن مختلفة. بليسز اند بليسز دي السيما كاركترز. Going to Wonderland، الذهاب إلى Wonderland tells us that Alice is a، الذهاب ل Wonderland بيعرفنا إن Alice دي clever and brave، يعني شخصية شجاعة و شخصية جامدة يعني. The underline، the underlined word، كلمة، الكلمة اللي تحت خط كلمة brave is the opposite of بريف، عكس كلمة طبعا بريف يعني حد شجاع جدا، عكس كاورد. كاورد أو كاوردلي اللي هو بجبن أو جبان. when someone is funny، لما يبقى شخص فاني كده يعني فاني عسل كده، he أو she has a big smile، عنده ابتسامة كبيرة، لكن مش scary person، شخص مرعب كده وبيخوف، أو always angry كده غضبان على طول، عاطيك الوش الغبي، او دينجرس مخيف كده ممكن يعضك. لا طبعا، ده هاز بيج سمايل يعني ممكن يضحك في وشك كده ويقول لك يا حبيبي. يلا نجيب الصفحه بقى، صفحه 14.
الجزء الاول من الصفحه انا كنت حلاه قبل كده وهوريه لكم في الوصف، كل ده هينزل في الوصف، انزلوا في الفيديوهات الوصف هتلاقوا الكلام. تعالوا بقى معايا في صفحه 14 من ماي فريند سنت مي، صاحبي بعت لي. سنت دي الماضي بتاع سند، يعني سند سنت. بعت لك ايه صاحبك؟ مسج يسترداي، بعت لي رساله امبارح. تكست مسج، رساله نصيه تكست مسج. اللي بعده اي واتش فوتبول ماتشز، انا كنت بتفرج على الماتشات الفوتبول اون ان انترنت، على الانترنت ويب سايت اللي هي مواقع الانترنت. كليك اون ذا ايكون، اضغط على الايكون اون يور لاب توب. كليك يعني كليك، هتعمل كليك عليه على اللابتوب. السؤال الاخير او ان از ا فوتو اوف يور سيلف نورمالي اون ا موبايل فون. ا سيلفي، سيلفي دي يعني صورة لنفسك بشكل طبيعي على الموبايل فون. A blog is a أو and dreary، طبعا online dreary يعني يوميات على النت كده، لكن مش paper ولا false ولا word. سوها isn't making a نقط but she is talking to her friend. isn't making a video call يعني ما كانتش بتعمل فيديو كول. isn't making a video call. children like to build on the beach، الاطفال بيبنوا ايه؟ sand castles اللي هي قلاع الرمال. in the night we slept in a tent last summer. in the ايه؟ in the beach. لا طبعا in the desert، in the ولا in the طبعا في الصحراء. احنا بننام في خيام او في خيمة last summer، الصيف اللي فات ناموا في ايه؟ في خيمة، تمام. لكن طبعا تور لا، ولا هوتيل، هوتيل يعني فندق، وتاور طبعا هو البرج. طب وبيتش ينفع يمس ان ذا بيتش اللي هي مفيش حاجه اسمها ان ذا بيتش، اسمها ات ذا بيتش. خلاص ا از سمثينج يو باي تو ريمبر ا هوليداي سوفينير، تذكار، هديه تذكاريه. فيو ديت وجهه نظر او رؤيه. سنيل ده اللي هو القوقع. كام اللي هو التخييم او المخيم او الكامبينج. ان فرنس في فرنسا eating not is very popular. eating ايه؟ eating snakes الثعابين ولا snails القواقع؟ على snails في فرنسا بياكلوا السنيلز عادي زي ما احنا بناكل اللب كده. spaces الفضاء، snails nails اللي هي الضوافر، و snakes اللي هي الثعابين. a not is a large hole inside a mountain a cave كهف، لكن ليك بحيرة jungle ديت هي الأدغال، و فورست برضو الغابات او الغابة. aren't healthy because they have fats، الحاجات اللي فيها فاتس اللي هي طبعا الكريسبس، تمام، لك المقرمشات، لكن الفيجيتابلز والفروتس والهمس التلاتة طبعا healthy. وتاخد بالك aren't عشان كريسبس دي جمع. it's good to put not of it's good to put انه من الجيد. it's good to ده تعبير على بعضه يعني انه من الجيد. ان to put a cinnamon، cinnamon اللي هو القرفة. on food a pot of ايه؟ teaspoon اللي هي ملعقة صغيرة، ملعقة شاي، لكن سناك لا طبعا، من وجبة خفيفة لا، منيو لا، ميل لا، ميل بالمناسبة يعني وجبة. a is a person who serves food and drinks in the restaurant، مين اللي بيسيرفس الفود، اللي بيقدم الفود والمشروبات في الريستورانت؟ الكاربنتر لا طبعا، ويتر. كاربنتر ده راجل نجار محترم، دكتور محترم، كاستيومر برضو اللي هو الزبون، انما ويتر مع احترامي الشديد اللي هو الجرسون اللي بيقدم لنا الطلبات محترم. don't not too much sugar it's healthy it's not healthy. don't add يعني تضيف، يعني ما تحطش سكر ياما عشان الدنيا حر. باي يشتري، ورك يعمل، وبرينج يحضر. the main نقط of salad اللي هو الحاجة الرئيسية اللي في salad are tomatoes cucumbers and onion ingredients. ingredients يعني المكونات. kind نوع، types نوع برضو، و colors اللي هما ال colors الوان.
طبعا كل اللي في صفحة 21 الحبة دول زي ما قلت لكم، الفيديوهات دي التكملة بتاعتها موجودة في الوصف، هنزل لكم الفيديوهين او الثلاثة اللي انا عملت فيهم الصفحات اللي ما ذكرتش اساميها عشان تكمل مع بعض كل حاجة. What have the students doing or doing؟ لا يبقى are. ليه are يا مس؟ مش عبطة يا ابني، ما هو are ديت بتيجي مع am او is or طبعا، زائد الفعل زائد ing. ال ing ديت بتيجي معاها am او is or are. are دي بتيجي مع ايه؟ ing كده. doing اهي يبقى are. بس اللي what are the students doing ده بيسأل في المضارع المستمر. who is calling؟ اه برضو حط ing calling. call اهي وهنحط لها ing عشان is. there are some، مفيش حاجة اسمها any مع there are، ده يوجد، يوجد بعض. some are there، دي there ديت يا جماعة مش there دي بمعنى ايه ملكهم، فهو احنا ملكهم لا، ده احنا يوجد اللي هو there t h e r e. ايه الكلام البسيط ده؟ my uncle go to the market yesterday. yesterday ده ماضي يبقى went. are you ready for the exam؟ yesterday برضو ماضي يبقى where. where where دي الماضي بمعنى كانوا او كان للجمع، و was طبعا للمفرد. when I was five لما كنت five 5 سنين I don't أو I didn't. ليه بقى I didn't؟ لأن طبعا يا جميل الملامح دي ماضي بسيط يبقى didn't، don't يبقى didn't. did you wear أو did you wear؟ ليه wear؟ لأن هنا بمعنى اللي هي أصل did يا جماعة ماضي بترجع الفعل الأصل، دي المصفة الكبيرة بتاعتنا مصفة، خد بالك. يلا بينا على آخر صفحة في الفيديو، والله زعلان. صفحة 23. no there aren't any. ما هو any دي بتيجي في النفي والسؤال. cheese دي مفرد ما ينفعش معاها are، ينفع معاها is. اصحى معايا cheese is. there isn't any canals، ده canals جمع يبقى are اهي، وحط ان apostrophe دي aren't. can I have some water؟ لان any بتيجي في النفي والسؤال، اه صحيح بس ده اقتراح، ده بيقترح بيقول لك ممكن شوية water والنبي الله يكرمك اللي هو شوية مية عشان تسقي الحبيب العيال. باي.